استاد بطاري هنيئا لكم بالمركز الجديد، مركز رئاسه الجامعه الملكيه المغربيه لجيم باص. اليوم حضرنا لهذه الاشغال الجيم العام، وكيفاش تم الانتخاب ديالكم بصفتكم الوكيل الوحيد اللي كان اللائحه، وكنقول المترشح الوحيد. واش نقدروا نقولوا انه المغاربه او الانديه اللي ممثل لهذا النوع الرياضه كلهم كانوا على او كنقولوا وضعوا الثقه ديالتهم في سي عبد الصادق باش انه يتولد السفينه ديال الجامعه الملكيه المغربيه لجيم باص؟ اول الحمد لله على هذه النعمه، وهذا ماشي جا من الفراغ. اولا جا بالعمل اللي برزنا فيه في اطار التراسي للجنه تصريف الامور الجامعه الملكيه المغربيه، بحيث انني قمنا الحمد لله رفقه الاخوان بانجاز البرنامج الوطني والبرنامج الدولي، واكثر من ذلك التواجد ديالنا في المحافل الدوليه والمحافل العربيه. باضف الى ذلك اننا هيئنا واحد الظروف للانديه فين تتشتغل، كما اننا هيئنا واحد المقر اللي هو في مقر في المستوى الكبير ديال الجامعه الملكيه المغربيه، فكانوا هناك لوائح عده، ولكن بفضل العمل ديالنا تم التنازل على جميع اللوائح، وتم جميع احاطوا جميع التف حول اللائحه الوحيده اللي تتزعم نادي الكوكب الرياضي المراكشي فرع الجيم باص في شخص عبد الصادق بيطاري. والحمد لله سيدي ربي اليوم ما خيبناش، ان 33 نادي على 33 نادي ان كلها صوتات اللائحه. البرنامج ايضا اللي قدمناه نال احسانا للجميع، للتقرير الادبي والتقني والمالي، وايضا حتى الوضعيه او البرنامج المستقبلي. فالحمد لله والشكر لله انني تنتمنى انني نكون نراهن اشاره الجميع، ونكون خير لهذه الثقه هذه وهذه المسؤوليه الجديده اللي تحملتها نادي الكوكب الرياضي في شخص عبد الصادق بيطاري.